أنا ابتديت مشواري الحمد لله من 30 سنة بالعمل الاستشاري. طبعاً ممكن تكون مستغربة إنه شخص لسه متخرج ما بقالوش شهر يبدأ في عمل استشارات هندسية. أنا حددت مسار لحياتي إن أنا كنت عايز أكون واحد من أشهر الاستشاريين في المجال اللي أنا فيه، وهو المجال هندسة الحاسبات، والحمد لله وصلت. وأنا واثق إن كل واحد من ولاد مصر عنده هذه القدرة على إنه يوصل. عندنا في مصر ولاد كتير عندها أفكار جيدة جداً، ومن ثم أنا سعيد بالبرنامج اللي اسمه ابدأ، لأنه هيساعد ولادنا على إنهم يبتدوا يبرولوا أفكارهم بشكل جيد، يبتدي يشوف هذه الفكرة إزاي يقدر يطع في إطار مهني إنها يقدر يبني لها نموذج، وهذا النموذج قابل للتسويق، وفكرته دي بتتحول إلى شركة، وهذه الشركة تنمو وتكون شركة دولية. هذا الحلم الذي يبدو أنه يعني ما بيتحققش إلا لعدد قليل من الناس، العدد قليل من الناس دول هم اللي قرروا أنهم يبدأوا، ما قعدوش وقالوا إيه ياريت حد يساعدنا، ياريت أصل الطريق صعب، إنما البداية أن تقرر أنك ترغب في عمل هذا الشيء وتبدأ فيه. ربنا يوفقكم جميعا إن شاء الله بإذن الله.